احنا كده كده اكيد هنتطرق للعلاقه دي لان هي تستحق التامل واكيد مليانه تفاصيل الناس اللي يحبوا يعرفوها، بس احنا عايزين نكمل كلامنا في تعريف الاجيال الاحدث او الجديده بقيمه هذا النصر المجيد. روح كابتن كريم، اتفضل. سنه 67 حصلت هزيمه للاسف لا الجندي المصري ولا الضابط حاربوا فيها، اتظلموا، بمعنى ان فرضت علينا ان احنا نستعد لمعركه قبل 67 بحوالي شهر، وجت اسرائيل في 6 ساعات كانت خلصت على كل الطيران، رغم ان كان مسبق سياده الرئيس جمال عبد الناصر بلغ القياده العسكريه ان في ممكن ضربه وشيكه من اسرائيل يوم 5 أو 6 67. طب ليه اللي حصل ده حصل؟ وطبعا لما الرئيس تجيله دي نرجع كده فلاش باك برأفت الهجان بالحلقات اللي احنا كنا بنشوفها، مخابرات والمخابرات طبعا، معنى كده ان المخابرات ادت المعلومه دي للقياده السياسيه. للقياده السياسيه طبعا. للاسف كان في احتفال ليله ما هم ضربونا في 67، احتفال كبير في المطارات، احتفال فني، فبالتالي ناس سهرانة طول الليل. المهم عايز اقول ان كان في قرار كمان، قرار الانسحاب، وده قرار للاسف ما كانش مظبوط من القيادة العسكرية في هذا التوقيت، وبالتالي حصلت خسائر رهيبة لينا، حوالي اكتر من 100,000 جندي، سواء جندي او ضابط. طبعا انا بقول كلمه طبعًا. جندي، طبعًا يعني جندي وضابط وصف ضابط، هو بسميه انا جندي. طبعا. وكم كبير من الاسلحه فقدتها مصر، لان قرار الانسحاب كان قرار خاطئ، وبالتالي عدنا عايشين من 67. كان اي حد لابس كاكي بيبقى مكسوف يمشي في الشارع، لانه للاسف الشعب كان محمل القوات المسلحة، القوات المسلحة الهزيمة، ولكن الهزيمة دي يتحملها أمام التاريخ، وأكيد اللي بيسمعني من الناس الكبيرة عارفة هذا الكلام، القيادة العسكرية وسوء التخطيط بقرار الانسحاب. طب إيه اللي حصل يعني بعد ما ده حصل؟ يعني عايز اقول انا فكره تدارك الامور انا عايز اقول للشاب الصغير النهارده ان مصر كلها كانت حزينه طبعا من 67 ل 73، مصر والعالم العربي، العالم العربي طبعًا. كله طبعًا. لان هي مصر راس الخيمه يا كابتن طبعا كريم. طبعا طبعا هي طبعًا. راس عمود الخيمه الاساسي للعالم العربي، وبالتالي كان كل مجهود مصر ان احنا ازاي نعيد القوات المسلحه وازاي نرجع. في التوقيت ده انا اتخرجت من الكليه الحربيه، انا الدفعه 60 حربيه، وكان ليا الشرف ان برضو من ضرب اسرائيل لينا، لان ما عندناش وكانوا بيضربوا الكليه الحربيه، انتقلت الكليه الحربيه الى السودان. يعني انا ليا الشرف ان انا دفعه 59 و60 كملوا الكليه الحربيه او الاعداد بتاعهم في جبل الاوليه في السودان.